نعطيه التوب 5 4 سوري 5 4 رو فات عوام وسنين ما زال ما نسيت الغالي كيفاش دار هو انساني هجر وغلق الكتاب راح لبعيد وخلاني من بعد ما فهم حوالي فات عوام وسنين ما زال ما نسيت الغالي كيفاش دار هو انساني هجر وغلق الكتاب رحل بعيد وخلاني بعد ما فهم حوالي يلي يلي داك زمان عليا مشيت معك بالنيا مديت لك عينيا يلي يلي داك زمان عليا مشيت معك بالنيا مديت لك عيني يا يلي 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 لي علي يلي لي عين يلي لي علي يلي 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 لي علي يلي لي عين عوام حنيليا نبرة من هاد الكيا رسلي بريا رسلي بريا يا انا رحتي وما سولتي وعلى حبيبك ما سقسيتي فراقك ما كان لي هديا ومن صعب تحسي بيا نبرة من هاد الكيا رسلي بريا رسلي بريا يا انا رحتي وما سولتي وعلى حبيبك ما سقسيتي فراقك ما كان لي هديا يلي يلي داك زمان عليا مشيت معك بالنيا مديت لك عينيا يلي يلي داك زمان عليا مشيت معك بالنيا مديت لك عيني يا مبادرة حلوة عملها أنيس اليوم أنه غنى بالعربي وغنى بالعربي وغنى غنية كاملة يعني ما غنى قليل ما حسسنا أنه هو عم بغني عربي ومش واثق بحاله سو دي جاهدة شغلة منيحة عم بيشتغل على الأداء أكتر يعني كان عم بيجرب يعطي النيوانس قد ما بيقدر وعم بيجرب يأدي الإحساس يلي عم بحس فيه وعم بغني وأنا شفته أنه من هالناحية محسن لكن أنا بدي أنيس يشتغل بعد أكتر على على البروجكشن تبع الصوت يعني لو عم بغني بيانو لازم التجويف تبع الصوت يكون اعرض بدي منه يشتغل على النوتات الواطين تبعه له يكون فيهم رنه وارمونيك جراف اكثر يكون رنه صوت الصدر عم تتجوف بعد اكثر وان شاء الله بنشوف هذا الشيء الاسبوع الجاي عنده انيس من ناحيه من محسن من ناحيه مش محسن الايجابي رنت صوته فرقت كتير وإحساسه صار يوصلنا كتير حلو
هلا لفظه اول جمله ما فهمت اذا كان عم بغني بعربي او عم بغني انجليزي، ما كان شيء واضح. هيدا الديكسيون في شغل كتير عليها بعد عند انيس. اجمالا ما بشي، بس هيدي كومبيتيسيون، صار في ناس اقوى. انا سالني انيس انا وعم بعطيهم الموضوع، قال لي بتقولي او بتقولوا انه انا على طول ذات الشيء، كيف بعمل لغير؟ هو بيفتكر كلهم يعني بيفتكروا انه اذا غير مثلا، اذا غنى غير نوع او اذا غنى عربي او اذا غنى بكون صار واحد تاني. لا، انا يلي كان بدي اشوفه بانيس انه يطلع اكثر من حدوده، يعني عنده هالحدود هالجسم هل، ولا مره مثلا فاجئنا، ولا مره حتى ما اظلمه، مره عمل شيء هو وبفتكر مبال هيك انه هو شيء متخلف مدري كيف مدري بسيط، كان مهضوم كتير، تغير طلع وصاروا يعملوا وقتها هيك صاروا يزقفوا وكذا، عملوا ريتم لحالهم، هيدا الشيء. واعطيته انا المثل، قلت له هيدي المره مثلا انت طلعت، ما بقى تجي توقف وتغني لنا ذات الشيء، ذات الوجه، ذات التعبير، فرجينا غير، فرجينا مثل ما غيرك بفرجينا كاركترات، مثل ما إيهاب مثلا عمل المجرم، مثل ما كذا، يعني اطلع شوي من اللي انت عم تعمله. هلا هو غنى عربي، بس بالنسبة لي انا شفته شوي مثل ما هو عادة بغني اجنبي، يعني ذات الشيء، حتى لدرجة عم تقول ماري ما عرفت أول جملة إذا عربي أو أجنبي، لأنه هالقد بعده بمطرح. ولا بالنسبة للفكرة معمول كتير، يعني أنه كلهم عم يتلاقوا، كل الناس اثنين اثنين وأنا واحدة غريبة، يعني كتير معمولة، منا شغلة كتير جديدة. أنا بشوفه عادي، يعني نحنا اليوم ما بقى بدنا نقعد نساير، لأنه نحنا عنا قوية، صار عنا كم طالب صاروا نصهم وصاروا قوية، وبدنا ننقي الأقل من غيره، رح ننطر لنشوف التانيين. بس أنا بشوف إنه بساب يعني عادي، ما في شيء كتير شفته اليوم فاجأني بأنيس. بالنسبة لأنيس بدنا نروح على أول شيء الأشياء الإيجابية يلي عملها. بلاقي إنه في ديناميكية جميلة بالمشهد، في جهد إنه يشغل أربع أشخاص، خلق جو بين البرد، النطرة، الساعة، يعني حسيت الخارج أو حالنا بالخارج إنه هيدا الشيء، الأكسيون عم بتصير برا، وغنى بطريقة أنا لإلي يعني بطريقة مقنعة، وحس وكان في أحاسيس، وجميل كيف غنى بالعربي، حسيت أنا بالوحدة تبعيته، حسيت انه مثلا هايدي هي بنفس الوقت موجودة ومش موجودة، يعني وكأنه شبح بيتخيلها بيشوفها ولكن هي فعليا منا هون، لأنه بالآخر رجع لحاله. في اشياء جميلة اشتغلها على الصعيد المشهد. هلا اذا بدي اشوف انا شوي بالتفاصيل، في اشياء سلبية مثلا هو مسؤوليته، يعني انه مثلا دينا اطلعت بالساعة اكتر من 10 مرات، ويعني مثل كأنه كليشي انه اذا واحد ناطر ما ضروري يطلع 20 مرة بالساعة. رافائيل عم بيطلع بالساعة ومش حامل ساعة، يعني هي اضرب كمان انه حتى مش لابس ساعة. في تفاصيل ما عرف يديرة انيس. الشغلة التانية يلي منا ايجابية هي الفكرة طبعا، لانه انا بشوف فيديو كليب، وهالفيديو كليب بصراحة كأني شايفته، يعني مش أول مرة بشوف هالخارجي هالجو هالعشاء اثنين اثنين وحدا لحاله، يعني الشيء يلي قدمه منه جديد، ويمكن هيدا الشق السلبي. وبالنسبة للشغلة الثالثة السلبية هي إنه صحيح في مبادرة، وصحيح إنه شغلون على كوريغرافي ورقصة وهيك، بس بعدها مكركبة شوي، يعني الواحد إجمالاً يا بيفوت بهيك مشروع وبده يتقنه للآخر وهيدا شي بده وقت، يما أفضل يفوت بشي ألملم أصغر ويقدر يسيطر عليه. دونك بدنا نشوف بعد الطلاب الآخرين تنقدر نقارن. بالإجمال جيد، مبادرة جيدة، ولكن ناقص التفاصيل يلي كان مفروض ينشغل عليها أكثر.
مرور أنيس كان مرور مهضوم ناعم لذيذ، بس ما فيني أقول أنه كان مرور مميز أو رائع أو كتير مثل ما قلته يعني يبهر. نحن باليوم إيفال تخيل 10 أو 11 وصرنا عم نفتش على أشياء كتير جديدة، صرنا عم نفتش على مستوى معين مختلف. مش يعني أنه أنيس مش منيح، أنا شفته كان حلو مروره، كان مهضوم، بس كمان ما بدنا نحمله فوق طاقته، يعني دايما بنقول انه بدنا نشوف شيء جديد. بس نحن بحكم البرنامج وتقدمه وتقدم الطلاب يلي فيه صرنا مضطرين انه نقارن. مش عاطل اللي عمله، شفته يمكن بركه كمان غنى شوي احلى من البرايم بعد، بس عليه انه يشتغل اكثر واكثر مشان هو يطلع من حاله أشياء جديدة ويكتشف بحاله طاقات جديدة تقدر تخليه يصير مميز فيما بعد بالوسط الفني اللي إذا بده يفوت فيه.